الحمد لله رب العالمين. اخوي نتحدث الان في عجاله سريعه عن النجاح. طبعا النجاح انا اصلا بكثير اني اتحدث عنه صراحه، بس بدنا ناخذ زاويه معينه، لان لازم ناخذ في عين الاعتبار شغله، انه النجاح ليس بالامر السهل، والا كل الناس ناجحين اكيد وضع طبيعي. الان فلا بد من اللي هي المعاناه. الان المعاناه مش قضيه سهله ابدا، الشخص لازم يكون مهيئ داخليا انه عنده القدره يكون بيئه خصبه للمعاناه، انه بيعاني وبيقاوم دائما وابدا. الان مقوله يعني تستملح صراحه، يعني استشهد فيها صراحه شيء جيد جدا. الان البطل العالمي محمد علي كلاي حكى جمله جدا جدا رائعه، جملته انه كنت اتعذب في كل لحظه اتدرب فيها، لكن باعي تماما بعد لحظه التدريب راح يجي فرح معين وادخل البطوله العالميه. الان اذا هو كان على علم تام بانه في معاناه، فطالب التوجيه يستحيل انه يكون يعني مستمتع وهو بيدرس وهو على ضغط الامتحانات، فهذا شيء يعني طبيعي جدا، البني ادم لابد من المعاناه بحيث انه يستشعر في طعم النجاح لاحقا، فهذا شيء. لان النقطه رقم اثنين كمان لازم نحكي فيها اللي هي الشعور بالتقصير، لان جزء كبير من الطلاب الان نتيجه الضغط اللي عليه الايام هاي، فبيحكي انا والله مثلا ويلي على سبيل المثال المدرسه امتحانات المدرسه، ويلي على سبيل المثال اذا في عندي حصص في مركز او شيء، ويلي مثلا اذا في عندي مدرس خصوصي او كذا، لا انا ملحق لا من هون ولا من هون ولا من هون، وان الحياه ما راح تستمر على الوتيره اللي احنا فيها الان، الحياه مش كلها امتحانات، بيجيني لقدام شوي عطله مثلا، بيجيني لقدام شوي بعد امتحانات على سبيل المثال اللي هي التجريبي، الان بفتره من الفترات ما فيش فيها امتحانات، قبل امتحانات الفاينل النهائيه الطالب بده يعطل الان فتره معينه، هذا الشيء كله الان نستغل يوم كامل، الان يختلف عن لما انا اجي استغل الايام هاي نتيجه الضغط اللي علي ساعه او ساعتين او ثلاث، طبيعي جدا طبيعي جدا راح اشعر انه في تقصير لا سمح الله. الان الشعور بالتقصير اذا اخذته من زاويه معينه اللي هو لازم اني اكون دائما وابدا hungry for knowledge، اللي هو دائما في جوع للمعلومه، مش من باب التقصير انه انا والله مش اهل اني انا ادرس، فهون يختلف اللي هو نظره الانسان لذاته. يعني الفكره وين يا جماعه الخير؟ الان ضروري جدا نعرف كلياتنا، الان شخص عالم طلع يخطب امام الناس، ارتقى على المنبر اكمل درجه، الان فسئل من احد الاشخاص المغرضين بده على اساس انه يحرجنه قريب او بعيد، فبيساله بحكي له انه السؤال الفلاني ايش جوابه؟ والله الان رد عليه الامام هذا قال والله لا اعلم، قال له امام ما شاء الله والناس يعني بتحكي عنك من كل حد وصوب يجي ياخذ من علمك وبتحكي لي لا اعلم، يعني على اساس انه بده يحرجه. فالامام رد عليه في جمله جدا رائعه ولازم تكون ديدن كل طالب علم على وجه الارض، فحكى له انا انما اعتليت المنبر بعلمي، يعني انا طلعت هالكم من درجه لاني بعرف شوي، ولو ارتقيت بجهلي لو وصلت عنان السماء، يعني لو طلعت انا بجهلي كان وصلت السماء. نلاحظ الان شو نستفيد من جمله العالم؟ لان جمله العالم انه البني ادم دائما وابدا ايش ما وصل من العلم لابد في عنده شعور بالتقصير وفي عنده شعور انه والله لازم اني اجتهد اكثر. فالشعور بالتقصير هاي الايام ظاهره صحيه يا جماعه، ما فيها شيء اطلاقا، فبنكون ان شاء الله تعالى اهل وما نشعر بالعجز اطلاقا، بزينا ايام قدام شوي بنعوض فيها كل شيء فاتنا بمشيئه ربنا عز وجل. Thank you very much for listening, for being patient. يعطيكم الصحه والعافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم خالد العجز، السلام عليكم.